السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير؟ كل شيء مزيان إخوان؟ بغي نرد على الفيديو اللي منتشر هذه الأيام اللي كيخص السي حسان بلال والأخ يوسف لوكيلي مول حانوت، وأنا معكم العدوتي إبراهيم ملقب الصفحة على فيسبوك الدريوش تي في، أيضا مول حانوت. وكنشكر الاخوان حسن بلال كيمثل الصحافه والراي العام الوطني، والاخ يوسف اللي عنده غيره المواطن، اللي اليوم دار واحد الفيديو كيخصو به واحد المنتوج ديال عصير ديال الصبنيول اللي كتستورد من ليبيا المحتله، اللي اعتبروا ان واحد التاريخ ديالو راه منتهي الصلاحيه، التاريخ اللي موجود داخل يعني داخل الغطاء ديال العلبه ديال العصير، يعني نات سلاليه غدا غيجي ان شاء الله. كنقول لهم بان راكم غالطين، داك التاريخ اللي كاين المتواجد تحت داك الشاق الحامل لاسم داك العصير راه تاريخ ديال انتاج داك بلاستيك، يعني فوقاش تم انتاج داك بلاستيك، ماشي التاريخ ديال نهايه الصلاحيه. يعني تخيلوا معايا، واش الشركه غبيه انها دير التاريخ تحت الغطاء؟ شكون غيشوفو؟ حتى نقلعوا الغطاء عاد نشوف التاريخ ديال المنتوج. ذاك التاريخ ديال المنتوج اللي موجود على راس ذاك القرعه ديال العصير راه سنين وهو موجود، وحنا كنشربوا ذاك العصير، يعني ما كاين والو، يعني التاريخ مضمون وعصير سليم. انا ماشي كندافع على ذاك العصير ولا لا، لان شي جربناه وشفناه، وحنا مولين الحانوت حنا الاولين اللي كنحضيو السلعه وكنجربوها، وحتى حنا عندنا وليداتنا يعني جميع السلعات كندوقوها وكان نتعرفوا عليها، اي حاجه كانت كنخبروا بها المعنيين ولو الناس اللي كيجيبونا السلعه. انا نعطيكم واحد المثال باش الناس والراي العام غيشوف بان داك الشيء صحيح. كاين واحد المنتوج كنستهلكوه يوميا وبكثره، اللي هو بيسكامار، يعني الطون ديال الصبنيول بيسكامار كما كتشوفوا معايا، كاين ديال معطيشه وكاين ديال الزيت، نفس الشيء. كنمشيو هنا كنشوفوا التاريخ، التاريخ ما عرف كيبان ولا ما كيبانش. انا كنصور الظلمة، التاريخ دا كيبان ما كيبانش، نحاول نشد التاريخ مزيان. اذا كما تشوفوا التاريخ يعني 9/5/2022 كما كتشوفوا معايا، 9/5/22، يعني هذاك بيسكامار ديال معطيشة. ولكن فاش كنفتحو كنمشيو للغطاء ديال هاد الطن، كما كتشوفوا معايا التاريخ 21/2/2018، حتى هذا غنقولوا ان الصلاحيه ديالو انتهت. ها كتشوفوا معايا الاخوان، 21/2/2018، اذا هاد التاريخ الموجود داخل العلبه هو كيتمثل بالغطاء الكرتون فوق التصنع، وذاك العصير ذاك التاريخ المتواجد داخليا كيتمثل لك بلاستيكه فوق التصنعات. اذا ما نحاولوش ان نغلطوا الشارع العام والمواطن، نغلطوه بهذه الاخبار الزائفه اللي ما عندناش علم بها، وحنا كنغلطوا الناس، يعني كنضيعوا اولا داك السلامه كتباعش، والناس كنهدوهم وكيخافوا على الصحه. اذا ذاك العصير منتوج مزيان يعني وصالح، ذاك التاريخ راه هو نشان صالح، يعني ذاك التاريخ اللي كيكون تحت الشريط اللاصق للمنتوج هو عباره عن تاريخ ديال بلاستيك، صون بلاستيك او كما شفتوا معايا الطون، مثلا الطون بيسكامار ديال الزيت 13/4/2024. ولكن فاش كنفتحوا من الجهه الاخرى كنشوفوا تاريخ ديال صنع بلاستيك، ها هو 9/3/2018، حتى هذا نقولوا بالله الصلاحيه ديالو مشات. اذا هذا التاريخ ديال صنع القرطون، والعصير التاريخ ديال اللي فيه الداخل هو ديال صنع بلاستيك. اذا ما نغلطوش الناس، وشكرا للسي حسن اللي شال هذه المعلومه، وكذلك السي يوسف مول الحانوت، وتحيه كاع المواطنين. حنا موالين الحانوت غيورين، وكنحضيو السلعه ديالنا اولا وكنجربوها حنا وكندوقوها، وعندنا حتى حنا وليداتنا يعني كنبغيو حاجه تكون مزيانه. وكنشكر الجميع، وتحيه كاع الناس موالين حوانت ديال الدريوش، شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم.